حسنه أحيانا وباللقاء حيانا صلى عليك مولانا وباللقاء حيانا صلى عليك مولانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا صلى عليك مولانا وباللقاء حيانا صلى بحسنه أحيانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا صلى عليك مولانا فلا
يحوينا زقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوينا زقا وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا زقا Di layalil maulidi
أحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام، وأن تحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط، وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام، وأن تحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. وإنهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء، وإنهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء، وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وصحبه وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام، وأن تحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. وإنهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء، وإنهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء، وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار.
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان لنا من المنى زال العنا وفهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا. بشرى لنا من المنى زال العنا وفهنا يا نفس طيبي قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا الغنى والدهر أنجز وعده والبشر أمحى مولانا. بشرى لنا نلنا المنى
تصطي بي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا saat itu
غرامي يا نور النجوم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافيع يا معيز يا مذيل يا سميع يا بصير يا حكم يا عد يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعال يا بار يا تواب يا يا الله يا ربي يا